عبرت عمادة الأطباء اليوم عن انشغالها الشديد من الطريقة التي تدار بها جائحة كورونا، مؤكدة استنكارها لما وصفته بالصراعات السياسية التي تؤثر سلبا على مردودية العمل الميداني في أصعب مراحله، وفق بيان أصدرته العمادة التي أكدت كذلك على أهمية التسريع في نسق التلقيح وتعميمه، مشددة على أن الأطباء على استعداد كامل للمساهمة طوعا في إنجاح هذه الحملة.